السلام عليكم. والحروف مكان ساحر بجد. اول ما تدخل هيسحرك كل هذه الخطوط العربية الجميلة. مش بس كده, هتشم ريحة المكان لان عمره 60 سنة. لو حد هنا حوريها لكم عمرها 60 سنة, 15,000 لوحة. زي حضرتك الله يسلمك, كل سنة وانت طيب. وبجد انا مبسوط يعني بالضيافة الجميلة النهاردة. الحمد لله, انتوا شرفتونا. ربنا يخليك. نبدأ بايه؟ انا طبعا هبدأ بالايه, باللوحه الاهم. اللون المصري يعني. لا, باللوحه الاهم هنا. هنا عدى. باللوحه الاهم هنا. ستاره كسوه الكعبه, مسوده. ستاره باب الكعبه كتبها خضير البورسعيدي, ودي سنه 1982. ايه بقى قصتها؟ دي قصتها طلب مني طبعا كتابه الكسوه كلها, وكتبتها على ورق الكلك بالمقاسات الكبيره كلها. اللي هي الخطوط اللي بتبقى الخطوط كلها, وخلصتها وكنت بعرضها في المعارض بقى في الشفافات نفسها. هم خلاص خدوا الكوبي منها علشان يشتغلوا عليه بالسرمة. بالسرمة اللي هي الخطوط الذهب والحاجات لكن دي الباب الكعبة نفسه. دي الستارة نفسها. دي الستارة نفسها. دي 32 متر تقريبا. بعد كده لما تنفذت يعني. اتنفذت على 32 متر. يعني لوحة عظيمة ومليانة بالتفاصيل زي دي, تاخد وقت مع حضرتك قد ايه؟ شوف, انا سريع جدا ما شاء الله, وبحب الخط قوي. وعاوز اقعد ما اقومش, عاوز اتفرج عليها. عايز تخلصها تتفرج عليها, تتمها, تنجزها. يعني عايز اشوفها اتفرج كده, كل التعب بيروح طبعا. وانا عندي كلمة بقولها, لما يكون عندي ألم أمسك الألم يروح الألم. لما يكون عندك ألم تمسك الألم, أمسك الألم يروح الألم. ربنا دايما يديك الصحة والعافية. مكان من 61 هنا, من 61 واللوحات هنا برضو عندنا لوحات من 61, لكن خلينا نقف عند في لوحة فيها لها 70 سنة, عند بوابة مهمة هنشوفها واحنا ماشيين. بس عند بوابة مهمة لأنه يعني إيه, حضرتك كنت نجم فيها, خضير البورسعيد. انا بصيت على اللوحه اللي فوق الاول, فطبعا قلت ايه ده, العيد كله, العيال كبرت, الدخول بالملابس الرسميه, وجهه نظر مدرس المشاغبين, نجم السهره طبعا فوق الدكتور مصطفى محمود والمخرج الكبير اسماعيل عبد الحافظ, العيد كله والتلفزيون كله. حكايه خضير البورسعيدي مع التلفزيون بدات
61 واحد لا ده 63 63 61 اتعينت 63 61 بشتغل اجر مقابل عمل من الخارج كده من الخارج. اعتقد كده الدكتور عبد القادر حاتم هو بقى اللي وقع لك على طبعا قابلته كتير يعني الحمد لله. دخلت التلفزيون وتقريبا كل تترات المسلسلات والبرامج كان عليها توقيع خضر البورسعيد. المخرج بيختار فكان الاكثر الاختيار عليا، وانا ما احبش ارد حد ابدا، فكنت حتى اخد الشغل واجي اشتغل فيه طول الليل برضه دي ثاني يوم ثاني يوم على طول يعني اسرع من الجرافيك. في الاول خالص المخرج قال تعالى على في الاستديو هتكتب على الديكور التترات كلها، نكتب التترات كلها وصور، كنت سريع جدا ويخلص وبعدين يجي على اخر لحظه يحصل حاجه نعيد من الاول خالص. تكتب بالخط وهو يصور فيبان انها بتتكتب على الهوا كده. ايوه وبعدين كان الاول بقى ما فيش مونتاج عيده تاني من الاول فيعني انما لما اشتغلت بقيت عايز ادي كل برنامج شكله زي ما انا طريقه بشتغل. لكن التتر بالكامل كان بيتكتب، انتوا فاكرين طبعا اهو فوازير اخراج الحاج فهمي عبد الحميد الله يرحمه. ايوه استاذه شريهان هنا فوازير حول العالم طبعا. أيوة. استاذ عبد السلام امين الله يرحمه، كل الكبار الساده الكبار وانا بشكل كمان. شوف شوف هنا فوازير خط دوت هنا اتعمل لها خط مخصوص شكله غير، وهنا خط مخصوص وهنا خط مخصوص وهنا طبعا اخراج التلفزيوني العربي على بياخد بقى ده بيبقى لوجو التتر الشهير بالنسبه له لوجو. وابناء الاعزاء شكرا محمد فاضل. نرجع هنا يا استاذ قدير، هنا في لوحه انا لقيت مكتوب عليها دي الفتحه ومكتوب عليها 1385 دي اللي هي توازي 60 سنه 59 سنه 60 سنه او 59 سنه. لو حتى يعني المهم الحفاظ عليها وحضرتك ما فيش حاجه بتفرط فيها خالص. لا ممنوع هنا على فكره 15000 لوحه ممنوع البيع مهما كان الاغراء. حوريلكم اللوحه دلوقتي. انا اديت متحف الشارقه، اديت مكتبه اسكندريه، يعني اديت مكتبه اسكندريه 30 لوحه كده يعني ايه. ولادي رايحين في مكان عن احسن اللي عندي. ولادك اللي هم اللوحات رايحين في مكان موجودين في الشارقه ومكتبه اسكندريه والناس هتشوفهم زي ما انا هنا عايز الناس تشوف شغلي، فالناس هتشوفهم في المكان ده. انما ياخدها يحجزها في بيته وهو بس يشوفها هو واولاده ده اللي مش تحت نفس الشمس فوق نفس التراب كلنا بنجري ورا نفس السراب مهما نسافر ولا نطول ونلف العالم تسمى حلية الرسول كلها عن الرسول. جميلة فالخطاط لازم يعمل واحدة من دي جميلة فأنا عملت 90. الله
دي وصف الرسول طبعا عليه الصلاه والسلام. جميله اللوحه، ارجع كده دي ده بقت عندي حلوه كده اتفضل. هنا اهو دي 87 من اوائل اللوحات اللي انا بدات ازخرف فيها واعمل فيها ترجمة. لو حضرتك مش ماضي انا اقدر اعرف ان مين اللي كاتب. لا مفيش كلام يعني. مفيش كلام. مش محتاج الامضاء. هو لازم يكون فيه الانسان شخصية. البصمة الروح. جميلة. فبأي آلاء ربكم أتكذبان. في هنا خيرات الحسان. طبعا كمان. هنا بقى التعبير بقى. لسانك. حصانك إن صنته صانك وإن أهنته داس عليك على الهيئة داس على الاثنين اللوحة زي ما حضرتك بتقول اللوحة طبعا تخلص فأنت بتبقى في منتهى السعادة يعني من في حجاز تم ببقى بشغال وعاوز أشوف النتيجة هذا برضو يعني أما تشوف كده أقول الهيئات دي ماشية إزاي والفئات دي ماشية كده جميل دي طريقة تقعد نجيب شمال ويمين عشان تيجي كده سلام قوم من رب رحيم الله وده انا بعرف هنا بسهل لهم ان الواو لو اتقلبت تجيب واو تعليمية ودي هنا اللام ألف دي هنا كده طيب بمناسبة الخط العربي عندي سؤالين السؤال الأولاني يمكن تبقى الإجابة معروفة يعني لكن احنا زمان كان خطوطنا حلوة حتى اللي مش بكمل تعليمه حتى لو استمتع تلاقي خطه جميل لما تلاقي جواب من الجوابات القديمة أبويا وجدي تلاقي الخط جميل أبويا وجدي يعني رغم ما فيش ما كانش لسه ممكن ما يكونش لسه إيه يعني يكون في ابتدائي يكون في لكن خطه حلو لا أستاذ الخط أستاذ العربي زمان لازم كان لازم هو واخد خط عربي فكان خطه جميل يعني أنا فاكر كده الدكتور أسامة الباز خطه العادي بالقلم كان جميل العادي قلت له همسكك قلم بتاع الخط واكتب الخط اللي انت بتكتبه ده طلع خط جالك كان عايز يتعلم ولا ايه ده معايا بقى له 30 سنة الله يرحمه الله يرحمه هتلاقي صور زمان كان الخط العربي مهم جدا في المدارس ايوه واحنا عايزين نعمل مشروع يرجع الخط العربي سيادة الرئيس فتح لي المدارس بتاعتي الجديدة دي الوقت فتحنا 8 مدرسة خضر البورسعيدي وهتنتشر في فين بقى؟ مفتوحين فين؟ مفتوحين في هنا في بيت السحيبي مدرسة وفي بورسعيد الثانية اتعملت وعملنا الجيزة امبارح أول امبارح عملنا الجيزة في مكتبة مصر العامة وعملنا الإسماعيلية والغردقة وبورسعيد طبعا مدارس أي حد وأسوان أي حد يتقدم اي حد يتقدم ببلاش بقى حلوة قوي بيطلع لنا مواهب كتيرة جدا وجميلة جدا طلعنا اول دفعة بنعمل لها سنتين اتخرجوا المدارس بتاعت الوزارة اربع سنين وسنتين تاني يبقى ست سنين احنا عندنا في السنتين بنديهم بنبتدي من فوق من السنة الستة الاخرانية واحنا نازلين طلعنا في بورسعيد دفعة وهدى دفعة مع بعض كانوا هايلين جدا طيب في البيت كل الآباء والأمهات عايزين يعني ولادهم يسطروا في الخط العربي يعني في نصيحة تقدر تقدمها لهم جيبوا مثلا كراسات اللي فيها الخط دي وبتاع نعملها شوف سيادتك الوقت الولد بيخش المدرسة خطه حلو ويقولوا له مين اللي معلمك أبوك خطاط يقول له لا ماما لأن احنا عندنا نسبة 70% بنات في المدارس يلا بينا نكمل احنا عايزين نشوف بقى الدهب في حاجة هنا عيار 24 دي دهب عيار 24 عيار 24 التلات لوحات دول ايه بقى ده شغل قديم جدا قديم جدا محدش يقدر يعني يعمله. ايه بقى بالدهب عيار 24 يعني انت بتغمس دهب دهب بتعمل سايل وبتعمل من الظهر كنت بتعلم نفسك حاجات يعني تعلم نفسك بنفسك يعني موضوع الكتابه بالذهب ده مش اي حد هيفكر فيها يعني لا انا بعلم نفسي بنفسي وبعدين اول حاجه انا لما لقيت على عربيه روبريكيا
كتاب خط عربي ده سنة 50 سنة 50 في بورسعيد. في بورسعيد لقيت كتاب على عربية خط عربي على عربية الروبابيكيا. تعرف وبعدين لقيت كتاب خط عربي وبعدين ما عرفش ان الخط السدس ده ده عميد عائلة الخط العربي واغلبية الخطاطين ما يعرفوش يعملوه. الخط السدس عميد عائلة الخط العربي. العمادة دي جاية من ايه بقى؟ ده انا اللي قايلها دي. تمام. فالكتاب بقى كله سدس، واحد بقى صغير كده يختار السدس لان حبيته. فعايز اعمل فكرة الحروف العربية قالوا كام حرف؟ قالوا 28. قلت طب انا همسك الحرف اسبوع ليل ونهار لغاية ما اجيبه، لان هبقى اتعلمت في ثواني. تعتبر الناس بتتعلم بالسنين لغاية دلوقتي الخط الثلث ده في القاهرة هتلاقي 8 6 اللي بيكتبوه بس. فقلت انا التلميذ ولا الاستاذ، عملت تلميذ والاستاذ والاستاذ. حطيت الكتاب شمال وحطيت اللي انا بكتبه يمين. الالف وصلت لده لسه اشتغل في صبر عندي اشتغل لغايه ما اجيبها وانقل الحرف اللي بعديه. ربنا يديك الصحه وبشكرك على اللقاء الجميل وعلى الاستضافه الجميله، وكل سنه وحضرتك طيب ودايما كده من لوحتك الجميلة منورة الدنيا. أشكرك جدا، شكرا جزيلا. الكنز ده والمتحف ده بيحتاج لوضعه على خريطة المواسم الثقافية المصرية، وأنه يكون ضمن فعاليات اليوم العالمي للغة العربية اللي بيزوروا التلاميذ والطلاب علشان يعرفوا روعة وقيمة الحرف العربي. شكراً من القلب للخطاط المصري خضير البورسعيدي. بطول البال